أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، والآن حديثنا وهي إضاءة على مجلة وسام. هاي المجلة اللي تعنى بالطفل اللي عمرها تقريبا 20 سنة، حابين نتعرف عليها أكثر، على آلية العمل في هاي المجلة، اختيار المواضيع، مين الفئات المستهدفة وبأي أعمار. وبسعدنا تكون معنا كاتبة ورسامة في المجلة، وأيضا هي مديرة تحرير المجلة الأستاذة وسام سعد. وبالمناسبة ما فيش علاقة بين اسم المجلة واسم ضيفتنا، هي بالصدفة. أهلا وسهلا فيك أستاذة وسام. صباح الخير ست نسرية، صباح الخير لكل المشاهدين. بداية بحب أعرف بمجلة وسام. مجلة وسام هي مجلة مصورة شهرية تصدر عن وزارة الثقافة، وهي مجلة توزع مجانا، بتروح إهداءات للمدارس أو بشكل فردي. المجلة موجهة للأطفال من عمر 6 سنوات إلى مرحلة اليافعين 16-17 سنة، الفتيان والفتيات. الحقيقة القائم على المجلة هيئة تحرير من أساتذة جامعات مختصين في التربية، مختصين في مجال أدب الطفل وفي علم النفس، حتى تكون المجلة ملمة بجميع النواحي التي تهم الطفل. يعني بدك تقولي طاقم كبير صراحة يعمل على هذه المجلة، من رسامين، شعراء، كتاب، مصممين، وكلهم على دراية وخبرة عالية وواسعة. هلا هي بمفهوم المجلة يعني فيها، خلينا نقول، هي كشكول منوعة في مواضيع معينة مثلا بالزبط. بكل مجلة بتطرحها ممكن في رواية أو سلسلة حلقات حتى الواحد يتابع بالزبط. مع مثلا الألعاب التسلية ممكن يكون فيها. من خلال المجلة أنا يعني بعتبر المجلة رديف مساعد لعملية التربية، لأنها بتساعد على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية عند الأطفال، وايضا فيها مواضيع مفيده ومعرفيه بتهم ايضا الطفل. زي ما حكيتي كمان في مواضيع تسليه ومواضيع ترفيهيه، بتكون مثلا برضو اسئله ذكاء، انه اعرف الفرق بين الصورتين المتشابهتين. أيوة مثلا، او يعني بثلاث او بعشرين ثانيه مثلا. صح. يعني نحكي بشكل سريع عن ابواب المجله. في عنا زي ما قلتي باب دقائق من المرح، هذا الباب زي ما حكيتي فيه تفكير، فيه أسئلة، فيه ذكاء. أيضا في عنا أبواب تعزز السلوك الصحيح عند الأطفال، مثل سلوك أحلى مع وسام. في صفحة أيضا روضة الإيمان، كلها تعمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية عند الأطفال. وفي أيضا أبواب لإعطاء الطفل معلومات مفيدة وبسيطة بشكل سلس ولطيف، مثل باب لقطات مع العالم، باب تكنولوجيا المعرفة، أيضا في باب خرز وكرز. هذا الباب بيهتموا فيه أكثر شيء الفتيات، لأنه بعرف على مثلا طريقة إعداد طبق معين أو تزيين أطباق معينة، أو أيضا في صناعة أشغال يدوية معينة من البيت. في كتاب كمان أطفال يعني مشاركين لهم أكيد. ولا لا؟ هون يحيى العدل، الطالبة بيسان مثلا الخطيب بالصف الرابع. هلا احنا بهمنا الصراحه الطفل، يعني من اهداف المجله بتكون يعني القصه تاليف من الطفل، من وحي خيال الاطفال بالضبط. يعني احنا بنخصص مساحه واسعه الصراحه لمشاركات الاطفال، لانها هي موجهه للطفل، فاحنا بهمنا الطفل اكثر شيء. بيجينا مساهمات عديده من الاطفال، لانه هي المجله لتشجيع الطفل على الكتابه وعلى القراءه. بنستقبل مشاركات الاطفال. احنا كهيئه تحرير بنقوم بزيارات للمدارس، بنعرف بالمجله، وايضا نقوم بعمل ورش رسم او قراءات قصصيه. من خلال هذه الفعاليه التي نقوم بها كهيئه تحرير في مدارس المحافظات، نجمع ابداعات الاطفال ومشاركاتهم، سواء كانت في الرسم او التاليف او اعداد المواد، وبننشرها لهم في المجله، طبعا مع اسم الطالب، اسم مدرسته، صفه، وايضا صوره لهذا الطالب المشارك. قد ايه بتشجعوا وبتفرحوا انه يعني اسمه موجود؟ طبعا هذا الشيء بيعزز ثقه الطفل بنفسه، وايضا نرصد مكافاه ماليه حقيقه كمان للطفل اللي بننشر له العمل. طبعا احنا ما بنهمل اي مشاركه، يعني اغلب الايميلات صراحه اللي بتجيني هي من مشاركات الاطفال، يعني بناخذها بنعرضها على الهيئه، من دقيقها بنحررها وننشرها للطفل. كان زمان بتعرفي في اهتمام اكبر بالمجلات، انه كان في مجله ماجد، مجله العربي الصغير تابعه لمجله العربي اللي بتصدر من الكويت، من دوله الكويت، ومجله وسام كمان من المجلات العريقه يعني كمان واللي لها اسم. مش عارفة هلا كأنه مع التكنولوجيا ومع وجود الآيباد والتابلت عم بتركوا القراءة شوي.
شوي كأنه في اهتمام، يعني صار حتى لو بدي أشوف ألعاب، لو بدي أشوف تسلية، لو بدي يعني كل المحتويات اللي ممكن أشوفها أنا بالمجلة بقدر أشوفها على جهاز صغير. صراحة إحنا كتير حريصين دائما بالمجلة أنه نطور فيها ونقدم كل ما هو جديد ومفيد في هاي المجلة. يعني دائما إحنا على تواصل مع الأهل وتواصل مع المدارس وتواصل مع الأطفال من خلال عمل استبيانات، بنوزع الاستبيان بكل مرفق مع المجلة أو بنوزعه على باب وزارة الثقافة في كوخ المعرفة، ودائما ناخذ آراء الأطفال وبناخذ اقتراحات الأهل. يعني بهمنا إحنا كمان إنه نشوف إيش في عندهم أفكار جديدة نضيفها للمجلة، وبهمنا كمان نشوف الطفل نفسه إنه حب الأعداد مثلا تكون بهذا الشكل، رسومات حاببها بهذا الشكل، أو بحب إنه يضيف مواد جديدة، بحب يزيد عدد الصفحات. حتى مؤخرا معالي وزيرة الثقافة الدكتورة لانا مامكنغ مشكورة قامت بتشكيل لجنة مختصة من تربويين، هاي اللجنة من خارج الوزارة، مهمتها تقييم أعداد مختلفة من المجلة حتى يعني نشوف المجلة لوين وصلت، يعني للوقوف على سير المجلة سيرا صحيحا. بهمنا احنا نشوف يعني كتغذية راجعة، نشوف المجلة هل هي تسير بالشكل الصحيح وكيف ممكن شو طلع معكم، كيف رجع الصدى كان؟ يعني اللجنة لغاية الآن عم تدرس هذه الأعداد، ومن خلال الاستبيانات الحمد لله لقينا كتير صدى إيجابي جدا من الأهل والأطفال، وكتير حقيقة يعني بيتصلوا فيي بيقولوا لي يعني وسام إحنا يعني بتكون أم مثلا عندها طفلة منعزلة أو ما عندها علاقات مع الآخرين أو بالمدرسة مش كتير يعني متميزة أو كذا، بتقول لي بمجرد أنه انتوا اجيتوا على المدرسة عرفتوا بالمجلة واخذتوا مشاركات بنتي ونشرتوا لهم اياها، هذا الشيء عزز ثقتها بنفسها وخلاها دائما بوقت الفراغ تلتفت الى الكتابة وقراءة المجلة، حتى يعني صار همها انه تكتب وتراسلنا وتشوف تتابع المجلة. اللي حابين انهم يتواصلوا معاكم، يعني اللي عم بسمعونا الان من الاهالي وحابين برضه انه يخلوا في مشاركات لابنائهم في مجلة وسام، وين مكتبكم؟ في وزارة الثقافة. وممكن يراسلونا الأطفال أيضا اللي هي على بالجاردنز. نعم، بالشارع متفرع من الجاردنز جنب دائرة قاضي القضاء السابق، مبنى قاضي القضاء السابق. بالضبط. مبنى وزارة الثقافة شارع الجاردنز خلف مطاعم جبري. ممكن أي شخص أو أي طفل بحب يعني يحصل على نسخ من المجلة بتفضل عنا على الوزارة ونقوم يعني إهداء. وهي النسخ بنرجع بنقول مجانية. مجانية طبعا. هذه مشاريعكم اللي عم تشتغلوا عليها لتطوير المجلة. هلا احنا في حاليا عندنا ابواب عديده، زي ما قلت لك هذه اللجنه التي ستقوم بتقييم اعداد المجله، بناء على النتائج التي ستصدرها هذه اللجنه سنقوم باعداد خطه لتطوير المجله ايضا اكثر واكثر. واحنا الصراحه حتى المواد اللي بنختارها يعني هي مسؤوليه كبيره اتجاه ما ينشر للطفل، لانه طفل الايام نسرين مع الطفل عادي ما بيقبل اي شيء، اذا ما كانت الماده مميزه وهي المادة على سوية عالية وتنمي تفكيره وتنمي خياله وإبداعه فهي لن تخترق عالمه الصغير ولن يرضى بها. حتى الرسومات إذا لاحظتي يعني بنحاول إنه نتعامل مع رسامين على سوية عالية من الفن والإبداع حتى يكون في عنصر جذب للطفل بالمجلة. أكيد، لأنه الطفل أول ما بيلفت نظره هي الصورة والألوان الجذابة، إذا فيها جاذبية ومرح فهو بيقتني هاي المجلة أو القصة، بتحمس. كمان ما تنسي إنه هي عم بتحكي فئات مختلفة، فئات عمرية مختلفة، يعني لما بتقولي من ست سنين لا تقريبا 16 سنة أو 18 سنة. فبدك يعني يكون فيها راعي جميع الفئات بالضبط بنفس المجلة. عشان هيك الأبواب اللي موجودة في المجلة هي أبواب بتراعي جميع الفئات وايضا بتقدم معرفه حسب الفئات العمريه، يعني بطريقه مناسبه لكل فئه عمريه من اللي عم نخاطبهم. عربيا او دوليا وين المجله يعني مستواها؟ يعني شاركتوا مثلا مع مجلات اخرى في مسابقات، حصدت جوائز مجله وسام بصراحه بال 20 سنه؟ مستوى بين المجلات مستوى كثير عالي، يعني انا بعتبرها الرائده في الاردن، وان شاء الله نطمح ايضا الى مزيد من التطور والتقدم. بيجينا ايضا مشاركات يعني بدل على انه مجله وسام انتشرت في الدول العربية، انه بيجينا مشاركات من مصر، من سوريا، من الجزائر، من كتاب، من شعراء، ايضا من اطفال بيراسلونا على ايميل المجلة وكمان على الصفحة الرسمية على الفيسبوك وسام ماجازين فور كيدز، يعني بيقدر اي حد يراسلنا اما على صفحة الفيسبوك او على بالانجليزي المجلة. هي وسام ماجازين
وسام ماجازين فور كيدز. فور كيدز على الفيسبوك. هي الصفحة هيك الرسمية لمجلة وسام. لو كان بس مقابلها بالعربي يعني حتى مجلة وسام. مجلة وسام للأطفال. ممكن. يعني سواء كتبت بالإنجليزي أو بالعربي بيقدروا يلاقوا الصفحة. هي الصفحة دائما كل عدد بننزل الصفحات أو المواد اللي نشرناها في هذا العدد. ومنوضح أنه هاي مشاركات الأطفال ومننزل أيضا صور الأطفال المشاركين. يعني إحنا بنتمنى لكم كل التوفيق في مجلة وسام وفي العمل على هذا المنتج، لأنه منتج مهم والمحتوى يعني مدروس لازم يكون، لأنه بحاكي فئة إذا المعلومة ما وصلتهم بالشكل الصحيح فهي بتشكل يعني ممكن تكون عنصر خطر على الأطفال. فالمعلومات كلها موثوقة ومدروسة ويعني شيء ثمين ومصدر معلومات أمين كمان في أيدي أطفالكم. زي ما حكينا اللي بده يحصل على المجلة هي مجانية وبيقدر يروح على وزارة الثقافة بحصل على أي عدد أو أي نسخ من هاي المجلة. حتى بتم التنسيق مع المدارس أيضا، يعني إحنا بننسق مع مدراء المدارس بتوزع منها بالمدارس معلمي اللغة العربية معلمي اللغة الفنية، يعني بيبعثوا لي أيضا مشاركات لمجموعة من طلابهم عشان ننزلهم إياها باسم هاي المدارس، فبيضل في تنسيق. وأيضا بنوزع على المدارس هذه النسخ، زي ما قلت لك 5000 نسخة يطبع منها شهريا. أنا بشكرك أستاذة وسام سعد مديرة تحرير مجلة وسام وأيضا رسامة وكاتبة في المجلة. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيك، كل التوفيق. شكرا كثير.